طاليس لحت بواسط فنزلت حيا بصبابة حاشدا. لو جاز للحر السجود تعبدا لو جدت عبدا للمعلم ساجدا. هذه بضع أبيات من القصيدة التي قرأها شاعر العرب محمد مهدي الجواهري في افتتاح هذه الإعدادية التي شيدها الشيخ بلاسم الياسين في أربعينيات القرن الماضي، وقد حضر في افتتاحها رئيس الوزراء آنذاك والعديد من الشخصيات السياسية في البلاد، والتي بنيت على الطراز البريطاني، وقد تكون واحدة من أقدم الإعداديات على مستوى العراق وليس واسط فقط، والتي كان يرتادها الطلبة من جميع المحافظات والقوميات والأديان. إعدادية الشيخ بلاسم الياسين تعتبر معلم من معالم قضاء الحي بعد الصحابي الجليل سعيد بن جبير، أسسها وشيدها المرحوم الشيخ بلاسم محمد الياسين سنة 1945، وحضر افتتاح هذه المدرسة العريقة وهذا الصرح العريق رئيس الوزراء، وكذلك أيضا شاعر العرب الأكبر محمد مهدي الجواهري، وألقيت قصيدة رسماء بحق هذه المدرسة وتاريخ هذه المدرسة. هذه المدرسة تعتبر أيضا أرث حضاري وتاريخي لما تمتلكه من المكانة والتفوق من خلال الأجيال التي تخرجت من هذه المدرسة، بحيث بنيت هذه المدرسة على الطراز القديم ولا زالت تحتفظ برزانتها ومكانتها العلمية. مدرسة إعدادية الشيخ بلاسم الياسين تم بناءها سنة 1945، يعني ضربت في تاريخ محافظة واسط في القدم يعني، وتخرج منها خيرة الأطباء في محافظة واسط، منهم سعد البدري اللي هو أستاذ جامعي ودكتور محاضر في كلية الطب جامعة واسط، منهم دكتور شمران المياحي ودكتور عبد الأمير رحيمة داود، وكذلك شخصيات سياسية لها باع طويل في تاريخ العراق ونهضة العراق، وشاركوا في دورات مختلفة من الدورات الانتخابية وبرلمان العراق. تم بناء هذه المدرسة طبعا بجهود كبيرة من قبل الشيخ بلاسم محمد الياسين على إمكانياته الخاصة، وبخريطة طبعا كانت أعتقد عثمانية أو بريطانية، ولا زالت المدرسة قائمة وتخرج أجيال بعد أجيال، وتعتبر المدرسة الأم في قضاء الحي، وكان يرتادها الشعراء والفلاسفة والمفكرين، وكانوا أغلب طلبتها يأتون من مناطق بعيدة جدا، وربما يمكن من أقضية غير تابعة للقضاء أصلا، من أقضية غير تابعة الواسط مثل قلعة سكر أو قضاء الرفاعي، لم تكن هناك إعداديات، فيأتون هنا للدراسة وإكمال دراستهم الأكاديمية. لم تقتصر على طلاب مدينة قضاء الحي فقط، وإنما هذه الإعدادية كانت الإعدادية الوحيدة في الجنوب على ما أعتقد، وإعدادية كانت ثانويات بسيطة تعرف باسم الثانويات الجعفرية، فكانت بداية اسمها بداية
في بداية تأسيسها اسمها الثانوية الجعفرية، فكانت جميع الطلاب من بقية المناطق والقصبات، كانت قصبات سابقا من محافظة ديقار، من ميسان، من النجف، يدرسون بهذه الإعدادية. هذه الإعدادية كانت تلم وتجمع جميع الطوائف، عندنا طلاب من المسيح، عندنا طلاب من اليهود، والقيود موجودة، ما زالت موجودة القيود، وصفحاتهم في القيد العام موجودة.